ده الحقيقة يمكن كان مرتبط بسؤالي للي جاي كمان، لأنه احنا راجعين لنفس مرحلة يعني الضغوط. الضغوط والإجهاد. صحيح. يعني وده تخوفي، كنت بتكلم في الحلقة إن أنا متخوف جدا. عندي 4 ماتشات قبل كايزر تشيفز، هيبقى في ضغط 11 يوم ماتشات تقريبا. تقريبا. هيبقى في عندي تخوف، لا قدر الله نتمنى انه ما يحصلش اي اصابات، خصوصا طبعا لسه كنا بنتكلم على كابتن على وليد وليد. سليمان. صحيح. طبعا يعني الف سلامه، واحد من اللاعبين الحقيقه المحترمين جدا جدا. والمخلصين جدا والموهوبين جدا. والف نتمنى له سلامه الشفاء الحقيقه، لان ونتمنى له. وليد من طبعا الناس طبعا الحقيقه طبعا يعني يعني سجل تاريخ كبير جدا جدا مع النادي طبعا الاهلي. طبعا طبعا. ويمكن احساسك انه الجماهير زعلانه، يعني هو طبعا ان شاء الله بسيطه وشهر ويرجع مره تانية، ان شاء الله. لكن الناس حاسه انه الشهر ده كان قد ايه مهم وليد يبقى موجود فيه، صحيح. وده في حد ذاته بيأكد على انه وليد ليه مكانه قيمه كبيره كبيره جدا 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 طبعا الحقيقه. في قلوب الجماهير.